صباحكم لكي ما تسلكي. اليوم طبعا رح نروح رحلة. طبعا احنا هلا نحط الاغراض لتاني نروح. واحنا بدنا نروح على منطقة روح عليها شوف الطبيعة على قناة رؤيا. سموا هاي المنطقة بانامارا. بانوراما. بتطل على بحر الميت من فوق. طبعا هلا خلينا نروح مع بعض. خليكم معنا عشان تشوفوا المناظر اللي هناك. يلا طبعا مش هي اللي كانت محل شيف طبيعي. هلا هو قريب عنها بس حبينا كثير منظر. اتطلعوا قد ايه بتجنن المنظر. هاي البحر كثير بجنن كثير. وهاي بتكشف هاي بتكشف البحر. هاي غروب الشمس بدها تغرب الشمس خلاص. من هنا وين حطينا الخيمة حطيت هنا جوا ألعاب منشان نلعب مثلا نطبخ أشياء زي هيك. أنا وريان هيك حطينا ورتبنا ودنا نطبخ. مشاوي هنا انا سويت عملت طبخه مثل هنا همبرجر وبطاطا وبيض وشهربة. جوينا وودنا ناكل. تفضلوا معنا. طبعا احنا جبنا معنا ضو واحنا قاعدين هنا. كتير الجو بجنن. السما كتير فيه نجوم كل شيء حلو. السما فيها النجوم كتير حلوة كتير هيك بتطبي كل أماكن. إيش بتحسي في نجوم كتير بتجنن. هلا نجرب نسوي بشار على الفحم. شوية ملح
وريحته كثير طلعت صارت كثير حلوة، يعني عن جد دوراي جنن. سكر سكر، وهلا بلشت بقى طلع عبهم انت عندي فقعو. سمعين الصوت عم بيفرقعوا؟ اسمعوا شكله خلاص. منديري بشار من دوقه. بننام ضبضب طبعا، كثير استمتعنا وغيرنا جو والمناظر كثير كانت حلوة وشفناها وشفنا النجوم وكيفنا. وهلا ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم بالفيديو الجاي. باي. ان شاء الله بنيجي نشوف اماكن برضه تانية. باي. بعد رحلتنا كنا نسينا انه ما ان لازم نحافظ على بيئتنا وما نكمل الزباله على الارض.